بصوته الفخم كان يرافق أعيننا سنوات طويلة وهي تشاهد البرامج والفعاليات عبر تلفزيون سلطنة عمان، ويصاحب آذاننا وهي تستمع بإنصات لتعليق صوتي في الإذاعة قل أن تجد مثيلا له. لكن هذا الصوت المميز اختار الترجل عن هذا الإمتاع السمعي وأعلن تقاعده من وظيفة أداها بشكل وضع به بصمة واضحة في بيت كل عماني تابعه واستمع له وهو يشنف الآذان بحنجرته الذهبية وآدائه الراقي. إنه الإعلامي العماني القدير حسن بن سالم الفارسي، الذي ما إن نشر خبر تقاعده حتى هبت الأقلام للحديث عنه ولو بشيء بسيط، مطالبين بتكريم يليق بمقامه وبسيرته الإعلامية المخضرمة. وفي هذه المناسبة كتب الإعلامي الأستاذ محمد المرجبي رسالة تقدير وحب للإعلامي الكبير الأستاذ حسن الفارسي، حيث يقول: إلى حسن سالم مع التقدير، تغادر بصمت مستفز وفي داخلك ضجيج أزعم أني أسمع كثيرا منه، تغادر لتعيش حياة التقاعد التي أتمنى ألا تقعدك عن المواصلة حتى تظل صداحا بصوتك العجيب، وأن تعيشها من اليوم كما تشتهي أنت لا كما تفرضه عليك الظروف. تغادر ذلك المبنى الشامخ الذي ستظل جدرانه وتفاصيله الصغيرة والكبيرة، تردد صوتك الذي يتصدر مقدمات البرامج ودعاء الآذان والإعلان عن دقات ساعة برج الصحوة التي ستتبعها بنشرة أخبار من الطراز الفخم، ستتلوها وترتلها على المسامع التي لن تملك إلا الإنصات. وما زالت المكتبة الصوتية للإذاعة تحفظ لك ولنا ولهم لآلئ ستعود الأجيال القادمة للفوز بها وفك بعض شفراتها. ما زلت أتذكر جيدا أنك أول مدير للدائرة التي قضيت فيها سنوات المهنية الأولى، وهي دائرة الأخبار والشؤون السياسية. وما زلت أتذكر من صيف 1982 دخولك مكتب المدير العام للإذاعة بدشداشتك التي لم يغرك لون آخر غير بياضها إلى اليوم يتصدرها دائما قلم أنيق، والشماغ الأحمر ذي الأهداب الذي غيرته لاحقا إلى العمائم البيضاء الوقورة. أتذكر ونحن مجموعة من المراهقين الذين التحقوا بالعمل حديثا نتلقى التعليمات والتوجيهات الأولى لأبجديات العمل الإذاعي، أننا تهامسنا فيما بيننا ونحن في دهشة. هذا هو حسن سالم الذي نسمعه في الأخبار، غير متخيلين أننا خلال مدة قصيرة ستصبح الزميل حسن سالم، لأنه لا يعنيك أن تضع بينك وبيننا جدارا خرسانيا، فنحن سنصبح جزءا من أسرتك الإذاعية وسوف نناديك حسن فقط في زمان كنا نشعر فيه أن كلمة أستاذ تضع بيننا ذلك الحاجز وأنها كلمة تطلق فقط على الزملاء الأجانب. ما زلت أتذكر كيف أصبحنا زملاء مهنة بعيدا عن الفروق الإدارية، لنلتقي فجرا أو مساء ونكتفي ببراتا ودال وكرك من أي مطعم آسيوي يقابلنا، ونتهيأ للنقل المباشر الذي سيرعاه المقام السامي، وأنت تشكو أنك لم تنم البارحة من القلق وأن القولون العصبي يتحرش بك. فالمناسبات الكبيرة تستحق أن تقلقنا لتزيد حرصنا، لأن كل كلمة سننطقها سيضعها المتلقي في الميزان، ويجب أن نكون نحن رمانة ذلك الميزان. وكيف نتحفز لبداية النقل بينما ندس نسخة حصلنا عليها قبل الآخرين ولن يطالها حتى عفاريت الجن من الخطاب الذي سيحمل الفرح والمفاجآت الوطنية. كثيرة هي المناسبات التي تقاسمنا متعتها وصعوباتها وأسرارها. سأختار ولو في خيالي أحد استوديوهات الإذاعة لأضع على بابه لوحة كتب عليها استوديو حسن بن سالم الفارسي، وسأضع داخل أبرز زواياه جهاز الراديو الكبير ذي المسطرة والشعرة وموجات الاي ام والام دبليو والاس دبليو، وبجانبه سماعة الأذن الكبيرة السوداء التي بدأت أطرافها تتهتك، وميكروفونا قديما تقشرت صبغة مقبضه من كثرة الاستخدام. وسأضع بجانب هذه الأدوات صورة حديثة لك، سأكتب تحتها: إليك مع التقدير محمد المرجبي، 5 يوليو 2019. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.